بكم من جديد. أستاذ طلال، قبل الفاصل تحدثت عن فترة انتعاش تستمر لمدة 10 سنوات تبدأ من عام 2007. يعني هذا التحديد يعني ألا يحرجكم؟ يعني هل يمكن هناك تفسير مجال للخطأ ولماذا؟ طبعا مجال الخطأ وارد، أنا أتكلم كتقديرات وأبني. ولماذا 10 سنوات؟ 10 سنوات لثلاث أسباب، وأنا يعني رجل مهنتي أن أكون دارس، أن أدرس. نعم. أول سبب هو أنه في التاريخ في نمط لدورة اقتصادية عادة تستمر من 5 إلى 10 سنوات، فتجد مثلا 5 سنوات إلى 10 سنوات ازدهار ويأتي بعدها انخفاض، وهذا نمط تاريخي. ثانيا أنا أتكلم عن ازدهار أساسه هو ارتفاع أسعار النفط، وأنا تحدثت منذ حوالي شهر عن أن النفط سيصل إلى سعر $100 بالاعتبارات العادية ودون أي أزمات. نعم. بعد أن تكلمت كان وقتها سعره تحت 70، الآن طاف 80، وأنا أقول أن ما زلت رأيي أنه سيتخطى 100 دون أي هزات كبرى. يعني بشكل طبيعي. بشكل طبيعي يجب أن يصل، وأحد خبراء النفط اللي يفهموا أكثر مني وزير النفط القطري صرح بأن السعر المعقول هو حديثا يمكن من يومين بأن سعر النفط الحقيقي هو 125، هذا بالظروف العادية. إنما إذا حصل أزمة أو كارثة كأن تضرب أمريكا إيران مثلا، فنحن نتكلم عن سعر بين 200 و1000، يعني انهيار للاقتصاد العالمي كاملا. نعم. يعني كارثة على البشرية، هذا كارثة على البشرية إلا علينا، لأنه نحن نفطنا ما نحتاجه نكرره في منطقتنا لا يصدر على التصدير. الدول التي معتمدة على تصدير النفط من هذه المنطقة هي التي ستواجه. أنا ليش أقول 10 سنين؟ أنا لا أتوقع أن تحصل كارثة من هالنوع. نعم. هذا فيش باعتباراتي، ولكن أسوأ الاحتمالات مثلا. ولكن إذا كان صار هذا الشيء لن يؤثر علينا، هذا ما أريد أن أقول. إنما الاعتبار الثاني أن نحتاج إلى 10 سنوات ليبدأ التفكير، ليبدأ نتائج عملية لبدائل للنفط. يعني العالم سيبدأ يفكر ليش الآن ما فيش بدائل، لأنه النفط رخيص. عندما يقول وزير النفط القطري أن السعر الحقيقي والمنصف للنفط يجب أن يكون 125، بينما كنا نسمع حتى العام الماضي بأن السعر المنصف هو $27. نعم. تذكرين الآن أصبحنا نتكلم عن 125. عندما العالم يدرك أننا أن هذا هو السعر، يبدأ يفكر عن بدائل أخرى قد تكون أرخص من النفط، وأنا أتمنى ذلك، لأنه عندما يصبح النفط أقل استعمالا كأداة للطاقة، يعني فقط لنستعمله بنزين. نعم. وهو أسوأ استعمال له، لأنه النفط يجب أن يكون مادة أولية لصناعات هامة وتقنيات مثل الأدوية، مثل المنتجات الاستهلاكية الأخرى، البلاستيك إلى آخره، بتروك كيماويات. فأنا أقول هذا الاعتبار الثاني. الاعتبار الثالث وباختصار هو أنني أرى بأن أيضا علمنا التاريخ والدورة الاقتصادية بأن الصعود دائما يصل إلى ما يسمى ليفلينج أوف، بعد أن يتشبع السوق وتتشبع العملية الاقتصادية بيصير في استقرار، وهذا عادة بيأخذ في فترة من هالنوع 10 سنوات. يعني تتحدث عن سعر النفط، يعني تدفقت فوائد مالية هائلة إلى المنطقة منذ فترة، هل برأيك استطعنا الاستفادة القصوى من هذه الفوائد المالية في إيجاد قاعدة مادية يعني لنهضة مستدامة وليس لنهضة أو لمشاريع آنية زائلة؟ أنا أسمع كثير من الانتقاد بأن الاستثمار في المشاريع العمرانية والإنشائية هو لا يخدم وليس منتجا ولا يؤدي إلى ازدهار. أنا أختلف عن ذلك. كيف؟ يعني عندما يبنى جسر ألا يدعم الحركة الاقتصادية؟ عندما نستثمر في طرق، عندما نبني مرافق حتى لو كان فندق أو سكن أو بناية مكاتب، فهذه مين بيشتغل في بنائها؟ المهندس، العامل، الكهربائي، الفني من كل الأنواع، المحاسب، الممول،
البنك. عملية الاقتصاد عملية متشابكة، ما فيش هنالك مشروع استثماري عقاري لا يفيد الاقتصاد بشكله العام. لذلك أنا أقول أن هناك كثير من انتقادات بقول لك بس احنا محتاجين بنية تحتية، هذا الاستثمار بده ربح صحيح، ولكن مين قال انه المشاريع حتى مشاريع البنية التحتية يمكن ان تتم بشراكة بين القطاع الخاص الذي يملك المال والدولة التي تملك المال؟ الفوائد اللي موجودة عند الدول الان في خلال 10 سنوات القادمة لابد ان يستثمر جزء كبير منها غير عن التدريب والبناء القدرات في بناء المرافق وتطويرها. نعم. وهذا هو استثمار في يعني في هذه الفترة نرى يعني الكثير من دول الخليج تتوجه إلى السياحة كبديل للنفط، يعني هل ترى أنه بديل مجدي على المدى البعيد؟ أنا أريد أن أذكر بأن إذا الآن استفدنا في خلال هذه 10 سنوات من هذه الفرصة التاريخية من الثروة لن نحتاج النفط. أين أعلى دخل للفرد في العالم؟ مش بالسعودية ولا في فنزويلا، في لوكسمبورغ. لوكسمبورغ فيش فيها نقطة نفط، فيش فيها نقطة ألماس أو معادن، ما فيش فيها أي موارد طبيعية، فيها صناعات، فيها خدمات، هي مقر للخدمات المصرفية للخدمات المهنية. أنا أريد أن أركز على الخدمات. الثورة إحنا دائما نتكلم عن الصناعة، الصناعة مهمة، ولكن انتقلنا الآن من الصناعة إلى تقنية المعلومات والصناعة بتقنية المعلومات، وبالتالي الآن نريد أن نتكلم عن خدمات وتقنية المعلومات إحدى الخدمات. 80% من الدخل القومي في أمريكا ناتج عن الخدمات وليس عن الصناعة ولا عن التجارة ولا عن النفط ولا عن الضرائب، 80% هو خدمات. والأمة العربية تستطيع من خلال التجارة البينية في الخدمات أولا أن تزيد التبادل التجاري، وإحنا مع الأسف كل وقت بنركز على اتفاقية السوق العربية المشتركة. نعم. كانت تتكلم عن السلع فقط، حديثا من 5 سنوات بعد 50 سنة تكلموا عن إضافة الخدمات، والخدمات هي ليست فقط الأساس والأكثر إنتاجية بل هي الوسيلة الأكثر إمكانية، لأن الخدمات سياحة خدمات، التعليم خدمات، الطب خدمات، الإعلام خدمات، الصحافة خدمات. القطاع الخدمات يشمل 150 نشاط يتم إما بأنك تنتقلي أو أنه الآخر يجي عندك أو أنك تتعاملي معه عبر الإنترنت أو أنك تتعاملي معه من خلال وكيل أو وسيط، والخدمات لا حدود لها وفي سهولة لنقلها وتبادلها بين الدول العربية. يعني هناك دائما ارتباط بين الاقتصاد والسياسة، والازدهار والاستقرار السياسي له علاقة بالازدهار والتطور الاقتصادي. يعني أنت تخالف هذا؟ أنا أخالف هذا الرأي. يعني كيف؟ بعطيك أنا يعني من هي الدولة العدوانية التي هي في حالة حرب دائمة منذ 60 سنة؟ إسرائيل. نعم. وقبل شوي تكلمتي عن الاقتصاد الإسرائيلي المزدهر. إذا كان الاقتصاد الإسرائيلي مزدهر، وأنا لا أسلم بذلك ولا أنا يعني ولا أنا أنت. يعني مجرد تكلمنا من باب النقاش، ما قلتش إنه رأيك، قلت تكلمت عن هذا الموضوع. حتى لو سلمنا أنه في اقتصاد إسرائيلي مزدهر، كيف يزدهر وأنا هي إسرائيل في حالة حرب دائمة مجندة وبني أدمينها وبشرها واحتياطيها كله في الجبهات ودباباتها وطائراتها رايحة جاية فوق فلسطين وفوق لبنان وفوق الأمة العربية كلها، وهي في حالة حرب مع الجنة.